على عيونك يا زينب حلم مذبوح، وكل عينك دمعها بس ما بكيتي. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يزول بني الدنيا وإن طال مكثها، وحسن ثناء المرء ليس يزول. فيا راقدا في صفو عيش ولذة من القدر الجاري عليه غفول، إذا خالط الشيب الشباب وأقبلت عساكره في العارضين تجول، عليك بزاد المتقين لأنه أتاك بشير منذر ورسول. فلا تذمم الدنيا إذا هي أدبرت، وإن أقبلت فالحالتان تزول. وللدهر سلب ساء بعد مسرة، وللخلق إن طال الزمان رحيل. دع القدر المحتوم يجري بما قضى به الله، والصبر الجميل جميل. فكم أفنت الأيام ملكا ومالكا فزالا، وملك الله ليس يزول. لمن وفت الدنيا ولا زال خطبها، علينا بخيل الحادثات تجول، بها العيش صعب والصفاء مكدر، بها الحلو مرون
والعزيز ذليل، مفرقة الأحباب بعد اجتماعهم، راح أقرأ لكم قصيدة ليلة عاشوراء كتبوها عن ليلة عاشوراء وأطلع بك إلى الشام، بس أنت خليك وياي وشوف الليل الكآبة على وجوه الكثير. شنو صاير يا عمي؟ وصار الجو الآن محزن كثير. صلوات الله عليك يا صغيرة الحزين. مفرقة الأحباب بعد اجتماعهم، وإن طاب منها العيش فهي ملول، رقيع للوسادة ما لقوها، طلعوا بالخيام يتفقدوها. خلها ببالك، هاي ليلة عاشوراء جاي احكي لكها. ليل وجن ظلام الغاضرية، وغدت لي بخيام الفاطمية، بس لا تاهت وضاعت رقية، وقبل لا يلفي باكر ضيعوها. سمعوا صوتها وعبرت لحنها، تلولي ويحن عبد الله بحضنها، بلش من الرباب يدر لبنها، لو ما يتحصل وتشرب اخوها. ابوها حسين جا والطفل شاله المهدى، وشاف رقتها على حاله، حضنها وغدا يحاجيها بدلاله، ويا محلى سوالفها ويا ابوها. البيت يجرحكم كثير. بحضن حسين يا محلى المحاكي، سوالف طفلة ما تعرف بواكي، وابو السجاد عينه على التراكي، يدري شلون راح يسلبوها. لف حجاب شيلتها وظفرها، وقبلها على وجنتها وثغرها، يا ظل يحكي لها ويلفت نظرها، يقلها الخيم باكر يحرقوها. قال لها عمامك واخوتك هاي باكر تنذبح بالمعركة وياي، وانا ينقطع راسي من كفاي، وبالحافر ضلوعي كسروها. اصرخ حسين وويلا بويا بويا بويا، اريد توعديني بهالوصية، عينك لا تشوف الصار بي. يا بويا القوم خوفي يعرفونك، عزيزة قلب ابوك ويضربونك، تراه الصوت ما يرحم متونك، وغصونك الترفة يذبلوها. الازم بثوب زينب عمتك حيل، اخاف عليك بويا تدوسك الخيل، اخاف ان ياخذك ويضيعك الليل،
وما تلقاك امتك لو حدوها. والله هذا البيت يهزني من اعماقي اذا اقرا. اخر نومها الليله يا بابا يا بابا بحضني وباكر بحضن التراب. فرقه والوعد باخر خرابه وعلى الميعاد جابه وراس ابوها. يلا وياي. ظنت بطشت زاد يا ليت وتكترت غاد. اطشت دنوه لو غاد وكشفوا عن نقابة ورقيت صيح بابا. اقرأ وياها وياها. وبنت الحسين هاي اليتيمة تقل لي يبال حضنك اخذني وداوي جروح اذني. يا ابوي اشوف متني اثر كم صوت صابة رقية صيح. اثر كم صوت تلقى وكم طقة على طقة. يا ابوي امتوني زرقة اليتم يكلف مصابة رقية تصيح بابا. ولا يبا من حرقة وخيمنا اش يجمعنا اش يلمنا. لو ان ما عمت يمنا الفضاء من العيض بابا رقية تصيح بابا. يبا لمتنا بقربها وخلتنا بقلبها. وانا شفت الضربها يا ابويا اليتم يكلف مصابة رقية تصيح. وويلا. اقرأ هالبيت وياي. حجاج وادي كربلاء دون البرايا عفوا ثياب العيد وامتدوا عرايا ولعيالهم نزف الدماء أغلى هدايا. وانا هدية عيدي راسي حق رقية. اين الصارخون حسين؟ لكن الامر لله والعاقبة للمتقين. حسينون لك الفضل العظيم على الورى خصوصا على الإسلام والله يشهد. فلولاك ما قلنا ولا قال قائلون لمالك يوم الدين إياك نعبد. مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. ولو شبابنا الأجلاء مهما ترقوا علميا وحتى لو طلعوا للغرب وشافوا ثقافة الغرب ودرسوا بالغرب تحضروا ثقفوا تطوروا، لكن هذا كله ما يأخرهم عن عقيدتهم الصحيحة.
لأن مو معناها التطور ترك الدين. الأديب يقول إذا كان ترك الدين يدعى ثقافة فيا نفس موتي قبل أن تتثقفي. ثقافة بلي دين ما نريدها. يمكن العالم اليوم، مش يمكن، هذا واقع العالم اليوم، نظرته بلي إلى الدنيا مسكن، ملبس، مشرب، بل يحسنك الله يبارك فيك. لكن أد رب العالمين لا، هذا الكون كل ما يساوي جناح بعوضة. الله يريد أن توالي فيه وتعادي فيه، هذا هو الدين. الله قال للنبي موسى خلص لي عمل، قال له مولاي أنا أخلص لك عمل؟ بعد ما أعرف شنو أسوي، جاي أصلي أصوم، هاي العبادات اللي أمرتني بها جاي أأديها. قال له لا، هاي إلك، هاي عبادة إلك تتقرب بها إلي، أنا أريد عمل إلي تسوي. قال له شنو أسوي؟ قال له أن توالي فيا وليا، تعادي أخوك اللي ما يريدني، وتوالي فيا وليا، وتحب ذاك البعيد اللي حتى لو ما يعود لك ما دام هو يحبني. ده عبد الخزاعي رحمه الله. ليش فقهاءنا يعتمدون حتى احيانا على اخذ الروايات، على مثلا نصوص شرعيه او فتوى يفتون بها من خلال كلام دعبل؟ قل لي وين. أنا مرة سألت واحد من أبطال الحوزة العلمية، يقول لي خو الإمام ما يجامل، الإمام الرضا ما يجامل، يعني لو أرد أحكي بيت شعر يم الإمام الرضا مخالف للدين يسكت لي ويرد علي غير ينبئني؟ ها، فبمحضر الإمام الرضا قال إذن للطمت الخد فاطم عنده. قال لي هذا جواز اللطم، جواز اللطم وبشدة. لو كان الإمام ما يتجوز، قال لا 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 مو صحيح كلامك، ولكن قول الإمام، تقرير الإمام، فعل الإمام حج، الإمام أقر هذا الكلام. أقرأ التاريخ وشوفوا، سمع كلام دعبل وكان يتفاعل مع قصيدته، من ضمن ما قال وأحب قصي الرحم من أجل حبكم وأهجر فيكم أسرتي وبناتي. قصي الرحم ذاك اللي ما يعود لي، ما ينتمي لي، يصير عجمي، يصير أسود، يصير مولانا، ما ينتمي لي، مش ابن بلدي، مدام يحبكم أنا أحب. وأهجر فيكم أسرتي وبناتي. الحميري رحمه الله، إسماعيل الحميري، هذا أمه وأبوه كانوا أباضيين يكرهون الإمام علي، عافهم وطلع عنهم إلى أن مات ورجع يبكي بدارهم. قالوا له تبكي على أمك وأبوك؟ قال لا، أنا أبكي لطالما سب علي في هذه الدار، ما أبكي على أمي وأبوي، راحوا ما أريدهم. والله أخواني هذا هو الدين، أن توالي في الله وتعادي في الله. أكثر من نوح، ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. خلاص انتهى، مش ابني، مش ابني، تركته. عم النبي أبو لهب والعم أبو، القرآن يعبر عنه، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. بينما أنه إسماعيل عم يعقوب يصير، لكن القرآن سمى آبائك وخلاه قبل عم، قبل أبوه الواقعي سمى أبو، لكن تبرى من عنده، تبت يدا أبي لهب وتب. زين، هسا نجي إحنا مولاي يريد نرضي الله من دون هالمسميات كلها، نجي إحنا نريد نكون من ضمن حزب الله، نكون ويا أولياء الله. قلت لكم أول ليلة هذاني خصمان اختصموا في ربهم، يا شباب
تدرون هاي الآية ما تعطل مفعولها، مفعولها ساري من يوم نزلت إلى يومنا هذا إلى بعد مليون سنة، فمو بناكم بدر وانتهت، لا، من بعد بدر تمثلت في أبي سفيان وفي رسول الله، وبعدها في معاوية وفي علي، وبعدها في يزيد وفي الحسين، وبعدها بعبد الملك بن مروان وبالأم السجاد، إلى يومنا هذا متمثلة بذيك الجبهة اللي جاي تقتلنا وتهجم بيوتنا وتاخذ تسلب أموالنا وحتى تعتدي على الأعراض. وهاي الجبهة الذي قاعد بهالمجالس رافع شعار اللطم والبكاء والبذل والعزاء والعطاء. فأنت الآن بجهة الحسين، أنا أقول لك لربما في كثير من الناس يقول احنا هم في جبهة الحسين، قل على كيفك تقول حسين، ما نقول لك تعال ماتمنا، وما نقول لك خلي ماتم، خلي لك ديوان استنكر في قتل الحسين، استنكر ولا تريد ترد علي تقول لي لا تلك أمة قد خلت، لا مشتبه، مو هالمعنى هذا الآية تريده، الآية لو تريد هالمعنى تقوله أنت لكان عطلت التاريخ بالقرآن وما ذكرت لنا أي قصة تاريخية، لكان تلك أمة قد خلت، جاي نقراها ليل ونهار احنا. قصص كثيرة صارت، أول قصة منها بلي اللي ذي كان العالم كله ما موجود هي قضية إبليس لما لم يسجد، خنتهت تلك أمة قد خلت، ليش الله يذكرنا إياها؟ وقتل أولاد آدم وحاربهم، ليش الله ذكره لنا؟ وكثير من الوقائع ايش قد بي قصص القرآن، تلك أمة قد خلت، ما ذكرها أنه، مو هالمعنى اللي دي، مو المعنى اللي جنابك تضمره عندك. المعنى اللي احنا نجاوبك به نقول لك الله يروينا عن مؤمنين قتلوا ليل نهار، جاي يقول لنا قتل أصحاب الأخدود، وما قيمة أصحاب الأخدود أمام الحسين وأهل بيته وعياله. هسه اريد اخواني الشباب يلتفتون لهالمعنى اللي اريد اقوله حتى تعرفون انه هذا عطائنا كثير وكبير من حيث نحن، مو من حيث الحسين، لا، بناكم الان العراق مادة وصمات ومائدة من الفا لحد كربلاء فيها ما تشتهي الانفس تلذ الاعين، تعادل ميزانية الدولة سنة كاملة. شفتوا الخدمة يولا بناك هاي كثير على الحسين؟ لا والله، هذا من حيث أنا وأنت كثيرة، ولكن عند رب العالمين مكانة الحسين مو هنا، لا لا، مكانته مش هنا. صحيح أنه انطى في كل فريج، انطى بيت وانطى علم وانطى محبة في قلوبكم وخلالة حرقة في قلوبكم، تعال خذني الآن للنصارى أقرأ لهم شلون صلبوا عيسى، والله إذا ما يضحكون هم ما يبكون، وانتوا هالمصيبة حتى النائي حفظتوا ويا الخطباء وتقرون وتبكون بي، مش كيفك يا عمي، هذا سر بين الله وبين الحسين. والآن أقول لك شلون مثال يضربون العلماء، يقولون فرد ملك من الملوك طلع للصيد، فظل الطريق تيه الدرب ما يندل منين يروح، كمل مسيرة شاف له خباء، صح يا أهل هذا الخباء، طلع على فرد ولد شباب رحب به ما يدري به الملك، شنو ملكيته هذا الولد؟ مو إذا تلتفت جيد للقصة تستنتج شرد، أقول لك أنا ملكيته نعجة وخيمة، النعجة يحلبونها يشربون لبنها هو وأمه، والخيمة تقيهم من الحر والبرد، هاي هي. من إجا الملك ذيك الليلة هاي الخيمة ما تشيل إلا هو وأمه، فنامه وهو وأمه برا، نطوا الخيمة للملك، وهاي النعجة اللي يشربون لبنها ذبحوها إله. صار الصبح دلوا على الطريق ومشى، قال من تحتاجون شي مروا علي، أنا معروف بالبلد. مهم لما وصلت لقوه وزراء وناسة وعاظة، قص عليهم القصة وقالهم شنو أكافأ هذا الولد، أقول كل واحد قال له كلمة، هذا قال له مو انطاك نعجة انطي 100 نعجة، وقال واحد الثاني انطي 1000 نعجة، وواحد قال بني له قصر يمك، وواحد قال خليه معاك في القصر، ايش ما قاله والملك يرفض، يقول مو صحيح مو صحيح، قالوا هذا نعرفه انت شو تقولها من قبلك تفضل، قال هذا اذا اردكاف او اكرمه كون انطي كل شيء اللي عندي. ليش؟
قال كنا عاملة بالمثل، إذا بالمثل هاك بهاك. هو انطاني بالواقع كل شيء اللي عنده، ملكيته كلها، نعجة وخيمة انطاني إياهن. أنا هم ما كن أعطينا نعجة وخيمة، لا كن أعطيه بالمثل. عرفت يولا؟ أسا تعال خو احنا كنا عبيد الله، أكو من عبيد الله خو الله ما يعرفونه، صلاة ما يصلون، دينارهم لوجه الله ما ينطون. عرفت يولا؟ والله جاي يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، يكرمنا الله والناس شاردة من رحمة الله. لكن تعال أبو عبد الله شنو قدم لدين الله؟ ها أخويا أمواله وإخوانه وولده وأصدقائه وأخواته وبناته، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. كل شيء اللي عنده أعطاه لوجه الله. الله شو ينطي الحسين بالله عليكم؟ أنه بهذا مثال يضرب ولا يعارض. هاي لما أقول لك ملك وإنسان عادي هيك يتعامل، شو تقول بأكرم الأكرمين؟ شنو من عطاء ينطي؟ ولا سوف يعطيك ربك فترضى. تعال يا أخويا، يعني يوم القيامة الحسين لما يريد يطلب من الله، وهاي مكان تعد رب العالمين، عزيز على الله أن الحسين إذا قال له اغفر لشيعتي ما يغفرنا يا أخويا؟ ها لا بالله عليك، هاي عقيدتنا بالحسين روحي فدا. حسين ذاب في الله، ذاب في الله وأعطى كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى. قال له حبيبي حسين أما عطاء دنيوي راح أخلي اسمك خالد مدى الأجيال، شكو واحد يحاربك يكون عاقبته الذل والخزي والعار، وخلي لك محبة مش بقلب كل واحد، في قلوب الشرفاء، في قلوب الأتقياء، في قلوب اللي صاحية ضمائرهم، في قلوب المؤمنين. أبو علي حرقوا بيتك، أخلي لك بكل مكان بيت، متتعطشان أسقيك وأرويك من دموع شيعتك يا أبو علي. هذا اللي أنا وأنت الآن جاي نشوفه، ولكن مكانته يوم القيامة. يقول الإمام الصادق يقف جدي الحسين يوم القيامة على صعيد وحده، تراب يعني تراب الوحدة، شون موقف مخيف. يقول ورأسه بين يديه وجراحاته تشخب دما، وهذا الصوت يطلع من فمه الطيب. أقول لك شلون فم؟ خاف أجرحك. هذا الفم اللي شفايفه متحشمة من الضرب والأسنان مكسرة، روحي فداك يا أبو علي. ها ويصيح إلهي نجي شيعتي. منو شيعت أخويا غير أنتم؟ أخويا بالله عليك شوف هذا الطفل بحضن أبوه شون غالي على أبوه. ها شون مأمن يا أبوه؟ ما عندكم أطفال بالبيت؟ بالله عليك هالبنية المدللة اللي في بيتك اللي عمرها سنتين لو ثلاثة، شلون من تجي انت تحضنها وشلون تأمن يمك؟ ها شلون يأمن بالها وتهدأ وترتاح يمك؟ وش قد تسوي مع عزة يمك؟ وش قدر انت تحبها؟ تدرون هاي بنت الحسين لما تموت باكر مطروحة طفلة صغيرة وبالخراب والوادم جاي تتفرج عليهم. الله والله هذا الموقف لما أذكره يا أخوان ما كن أحكي تحت هوا بارد، بعد أقول مفردة وعرج على مصيبة الحسين، حتى لما ما تبكي تعرف المن جاي تبكي أنت وتنقي. قلتها ولا بأس بالمناسبة، أنت شايف الطفل؟ الطفل لما يريد يقول أنا جوعان أو عطشان أو إيد لحاجة ما يعرف يسولف، يعبر عن كل شيء اللي يريده ببكاء. إحنا أخويا ما نعرف نعبر عن استنكارنا لمصيبة الحسين، لشكوتنا لله لمصيبة الحسين، وللانتقام ممن قتل الحسين، ولحبنا وإظهاره للحسين. ما نعرف نعبر إلا بالدموع، بس بدموعنا أبو علي. وإذا واحد يعيب عليك قل اسكت على كيفك، مو هيجي القرآن يحكي لنا عن قصة. بالله عليك يعقوب النبي
ما يدري ابن عدل؟ بلى وربي يدري ابن عدل. ما يدري منو القتل، منو اللي ضيع عنه؟ أولاده يدري. ولكن ليش استعمل البكاء وبيضت عيناه من الحزن؟ هاي أكبر طريقة استنكار، يريد هذا يجرحهم، يريد نقول لهم ترى الحسين حبيبنا وأنتوا قتلتوه. يا الأمة الإسلامية لازلتي لليوم الدافعين عن الفكر الأموي، إحنا ما بينا نحاربك إلا بدموعنا. كثير غالية على الحسين، هو يحبها هاي رقية، رقية هو يحبها. وكانت شنو مهمتها أخوي؟ هاي كل يوم تفرش السجادة لأبوها، يوم العاشر فرشت السجادة، تقول عمتها عم شو أبوي ما أجى، تقولها راح يجي. حسين كان في الميدان، التفتوا جيد، طب إلى الماء وملك الشريعة وراد يشرب، سووا مكيدة، أتلتذ بالماء وقد هتكت خيمتك. اجى أبو عبد الله شافها مكيدة، ودع عياله مرة ثانية الوداع الأخير، يقول انفرد بخيمة ويا زينب وشال قميصة، قالها زينب هذا جرح بخاصرتي، شدي إلي حتى أتمكن أشيل سيف. بعدين طلع من وقف بالباب، ضرب يد على يد، صاح من يقدم لي جوادي؟ أنا مو شيخ، أنا مو شيخ العالم، مو شيخ بني هاشم. قبل شوية كان علي الأكبر يجيب لي فرسي، كان أبو فاضل يخدمني، الآن ما عندي أحد. زينب قلت لأخويا أنا بخدمتك أبو علي، راحت وجابت الفرس وتقول لأخويا اقرأ تاريخ الأخ والأخت، أرأيت أختا قدمت لشقيقها فرس المنون ولا حمن وكفيل. ودع زينب وعلى ظهر الجواد، ملتفت لأخويا حرك الفرس ما مشت، زجرها ما مشت. زينب قلت لأبو علي، أبو علي أخويا عيني حسين، لا تلوم الفرس لو ما مشت، خويا عين الرجلين الفرس عاين، وإذا رقية شابقة رجلين الفرس. تقول له وين ماخذ أبوي؟ انزل يا أبوي انزل، لا تعوفنا، طفلة ما تعرف شنو. نزل الإمام الرؤوف إمامنا، تربع على التراب، جاب بنيته وقعدها بحجرة، خذت إيد أبوها حبتها وخلتها على راسها، قلت لأبوي امسح على راسي، بويا شو أنا قلقة ما مرتاحة، بويا وين تروح عني؟ قال ابنيتي أنا رايح للسفر. للسفر الله يجيبك بالسلامة يا بويا. بويا شو كلكم رحتوا؟ قال أمامك ما تعرف شي، قال هي طفلة، قال كلهم راحوا للسفر يا بويا. واويلا هاي يوم عاشر شدوا الحبال بإيديها، إيديها انترفة مال طفلة صغيرة، شدوا بإيديها الحبال وخذوها الدرب كله ممشي، ما معودة على تعب. تدرون ايش قد يحبها إمامكم؟ هاي لما طلع من المدينة كانت نايمة، ما وقعها، شالها وخلاها بالهودج. وإذا كنت تقطع درب كله ممشي، من طلعوا من الكوفة وجايين إلى الشام بالطريق استراحوا الأعداء، هي من كانت تمشي تعبت من المشي، تمكنت أن تحل الحبل من إيديها ولقت شجرة مظللة وراحت لبنية. وشلون نامت خويا؟ خلت إيديها تحت راسها وغفت، تعبانة تعبانة بنت الحسين، سيدتي إحنا نروح لك فدوة يا ابنة الحسين، إحنا خدامك مولاتي. وهاي الكلمة أرد أقولها، أنا أخاف على عليكم والله، بس أنت على كيفك، على كيفك خويا، الله يعينك إن شاء الله. من خلوا رأس الإمام واستراحوا، بعدين رادوا يمشون، مولاي تقابلوا على رأس الحسين يحركونه، ما طلع من الأرض. قالوا للإمام زين العابدين يا ابن الحسين ما الخبر؟
بل ليش ابوك ما راسه ما يتحرك؟ اجى الامام وطل براس ابوه، ظل يعاين الراس الامام، عاين لعيون ابوه وعاين للدرب. قالها عمه بالله حسبي الاطفال حسبيهم، عمه رقيه ما موجوده، عيون ابوك على رقيه ظله بالطريق. رجعوا لها اثنين من العدوان يتبعون اثرها وين هي، الى ان شافوها نايمه، نايمه تحت الشجره تتحمل. خويا اقول لك شلون وقعها؟ ها ولا ولا هذا تاذى، قطع الطريق مشي، اجوا ضربها، ضربها بالصوت، قامت قالت له لا تطقني، ترى اذا رجع عمي ابو فاضل من السفر، واعوذ بالله من عين لا تبكي على بنت الحسين، اذا رجع ابوي من السفر راح اقول له عليك طقيتني. واذا به يشمت بيها يقولها وين الكفيل اللي زمط لك بالكفاله، روحي روحي النهر العلقم وانظري الحاله. ويله طببوهم للشام، قعدوهم بالخراب. وهاي الاطفال تدري ما يروحون مثل الكبير اذا تفرج، لا لا زال يتبعهم يتفرجون الاطفال، هي تنهضم شوف الاطفال لابسين ملابس جديده، هي ملابسها عتقان، تجي توقف يمهم لكنها مهضومه، تقول لهم انا ابوي بالسفر اذا رجع راح البس مثلكم العب معاكم. هواي انهضمت الليله ونامت، نامت وشافت ابوها، ابويا هواي طولت علينا، ليش بطيت علي ابوي؟ حضنها قالها بنيتي راح اجيلك الليله واخذك. من فرحتها فزت من النوم، لقيتها خرابه وظلمه، ظلت تتعدى الاطفال وجت ولزمت اجتاف عمتها زينب، عم 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 قعدي خلنا عدل دارنا، عم قعدي خلنا عدل دارنا، خاف على الغفلة ويجي خطارنا، عم نذر عندي لو ابي زارنا، لشمر باب الخرابة عيني. أرد أقرأ قصيدة، شوف خويا وأنت جاي معزي، وأنا حقيقة هاي مدة تعبت كثير، أتمنى إن شاء الله ما تفتر وانتك وتطولها، وين ما يهمك الأمر، تحب الحسين وبنت أقرأ وياي، إذا يهمك الأمر ظل ساكت. ها وين الماتم كله يقرأ الليلة؟ في ماتم ابو حمد شكل ليلة يا أخويا جايين تنقون على بنت الحسين، ماجورين إن شاء الله. صاحت وين يا عم أبو يا حسين طالت غيبته، بعشر محرم تركني وما رجع من سفرته، وين يا عم أبو يا حسين طالت غيبته، بعشر محرم تركني وما رجع من سفرته، وين ابويا لازم اشكيله عن افعال الزجور والسلب والشتم والاقياد والسب والاسور، وين ابويا بشفه يمسح على قلب المنكسور، ولا ويمسح دموعي وتسكن الروعه يا عم بشوفته، وارتفاع صوت اليتيمه وسال حراسه يزيد،
عن سبب صيحتها قال ولا الأب عنها بعي ما تريد إلا أبوها قال عند اللي تريد ورفع ذيك المخصرة للراس يهشم للثتة أين الصارخون حسين يلا هذا البيت ريج صرخة ها ساعدني وسال دم حسين من ثغرة على الشيب الخضي وادعي كل ما تنوح الطفل يفرح بالنحي ويشتمل كرار ابو الحسنين والهادي الحبيب وما حد استنكر من الشامات كلها فعلته حسين تتعشم ثناياته وزينب تنظره واليتيمة بحالة ما تدري تنوح وتنطره ومن اجراس الابو شافت رقية منظره صاحت وين جدي شوف ابويا وحالته ما صرخت اصرخ حسين وشافت الضربة بجبينه وارتفع منها النحي شسوت يقولوا قبلت بجبهته ومسحت على الخد التري ولاه ولاه واليتيمة بالهضيمة عانقت راس الغريق صاحت وين جدي شوف ابويا وحالته ولاه وحضنت راس ابوها وظلت تسولف فيها الى ان سكتت رقية يقول من تكترت براس ابوها ظلت تسولف معاه انت شايف نفسك خويا من تغيب ترجع لبنية تقول لك ابويا شو متغير مبين عليك اثار التعب والسفر رقية لما نظرت الى رأس ابيها صحت يا ابويا من قطع راسك بسيف بويا من هشم عظامك وخذ حيفة صيح يا بويا الجيش سلبني على كيفة تقل لأبويا ضربوني ضربوا عمتي زينة وين السادة بالماتم أردحاتشيهم سامحوني موالية يقول تخلي إيدها على راسها تقل لي يبا سامحني حجاب ما خلوا على راسي يا أبويا ويلي 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 توجهت زينب بعبرتها الى ارض الطفوق تصيح وينك ماتت الطفلة يا مقطوع تشوفه على بختك يا اخويا شوف ناس ما جاي يقرون على بنت الحسين ساعدني يا اخويا ولا توجهت زينب بعبرتها الى ارض الطفوق تصيح وينك ماتت الطفلة يا مقطوع تشوفه ما تشيل السهم من عينك وتلفينه وتشوف
راس اخوك مهشم وميت عليه بنيته، اين الصارخ اخونا حسين؟ وين ابو فاضل كفيلي؟ وين شيال العلي؟ وين ما يدري اخوه استخرجوا قلبه بسه؟ ليش نايم بالشريعة ونار تسعر بالخيام؟ ما يجي للي ترك هالمرتضى في ذمته. ولا وين هذا رمزنا وراح يترمز الى زينب الان، وحتى انت الان ويا زينب صحت، وين ذاك اللي حضر سلمان موته وغمضه؟ وين ابويا؟ وين داحي باب خيبار؟ وين ابويا المرتضى؟ ولا هذا ابنك غالي عليك يا اخوي، وقاعد يم ابوك مأمن، الله يخليك يا ابويا. الا الطفله الصغيره هالليله ما عندها ابو يا اخوي. وين ذاك اللي حضر سلمان موته وغمضه؟ وين داحي باب خيبار؟ وين ابوي المرتضى؟ هذا ولد راسه متهشم وجثته مرضضة، ليش ما يحضر يشوف حسين حزه ورقبته؟ اين الصارخون حسين؟ ولاه ولاه ولاه. وجابوا مره تغسل رقيه وجابتها وخلتها على صخره المغتسل، ان شاء الله ما تعبتوا يا اخوي، يلا ردوا يا بارك الله فيك. سئلت الحرمه لتغسلها ومدامعها تسيل، ليش طفلتكم بدنها مورمو صاير نحي؟ ليش ما عدها ابو لو عم يباريها وكفيل؟ وذاب قلب الحره واحتارت عليها وش تجي؟ وان شاء الله الما بكى في كل ما مضى يبكي هالبيت، واعوذ بالله من عين لا تبكي على صغيره الحسين. صاحت لها زينب، صاحت الحره كبدها بالهضيم مفتته، هل يتيم ليها واليد من زمن ما شافته؟ وسايلت عنا ولفوها براس ابوها وحضنته، وفارقت من شافته وصدت الى الخد التري. اين المتفجعون حسين؟ حسين حسين. ساعدك الله يا زينب مولاتي، انت لما كانوا يموتون اهلك خوانك وزلمك يشيلون الجنازة، سيدتي من الحضر تشيع رقية؟ اقربت الملا عطية، يلا وياي. صاحت سكينة صرخته، صاحت يا عمة بالعجل ودي خبا، شيل البيت وياي لا تضمن عوا، يلا. صرخته صاحت يا عمة بالعجل ودي خبا، كربلاء خلا يجينا بالفضل يحفر قبو. ولاه ولاه. صرخته صاحت يا عمه بالعجل ودي خبا، كربلاء خلا يجينا بالفضل يحفر قبو، والشهيد حسين خلا يجيب كافور وسدو، والولد الاكبر يشيل اخته ونعشها يحمله. ولا
أنا كان ودي بعد أقرأ ولكن خلصت طاقتي يا أخوي. بيت الدعاء يلا وياي. سكينة حضنت أختها تصيح ماتيج نحل عظامي وفتت للقلوب. تعبان يا أخويا؟ ما تستاهل بنت الحسين ترفع صوتك لها؟ تصيح ماتيج نحل عظامي وفتت للقلوب. ممددة وميتة والناس تتفرج بالدرو. ولاه 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 تصيح موتج نحل عظامي وفتت للقلوب. ولاه مددة والناس تتفرج علينا بالدرو. لشق جيب عليك لكن ما بقت لنا جيو. والدمع قرح ولا ظل دمع لجلك نحمل. ودت خبر بيد الطارش زينب صاحت قل له لابو جاسم ترى زينب سباها بحبال يا وسفة تراهم تشتفوا والشمر سبها يا هضيمة وسب أبوها. ومن الضروب قمنا ترى نشقف بدينا. إيه يا شايب الخير يا أبو بدر الله يكتب سلامتك. أقرأ سلامتك والله لا يحرم من قعدتك إن شاء الله. لو قال شوين العشيرة وياي وياي الترفع الراء. وقال لي أخوك حسين وين أول. أقل له أخوك حسين صدر بخيل يندى وعباس أخوك مقطع شماله ويم. ثلاثة على حسين وحزني على حسين تفضل. وعلى حسين على عيونك يا زينب حلم مذبوح وكل عينك دمعها بس ما بكيتي.